المجتمع الاجتماعي إلى تقرير وتوضيحات قدمها لنا السيد وزير الداخلية، يتبين لنا من خلالها أن الأمر يتعلق من خلال الأحداث التي تقع في الحسيمة والمناطق ديالها بأن خرافة المطالب الاجتماعية هي خرافة سرعان ما تبخرت. كان هناك تطاول على الموضوع من خلال القفز على الخط الأحمر، والخط الأحمر هو مجموعة من المطالب بنفس انفصالي بكل معنى الكلمة، وهذا خط أحمر لا يمكن لهذه البلاد التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية أن تقبل بها. هذا اللقاء ديال الأحزاب الأغلبية تطرق بالأساس إلى الأوضاع الموجودة في مدينة الحسيمة، التعامل مع الاحتياجات الاجتماعية خصو يكون في إطار القانون، ولكن أيضا يجب عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، بالممتلكات العامة والخاصة، وأيضا الحذر من النزعات الانفصالية، والحذر من أي علاقات بالخارج والدعم ديالو. هذه الأمور ما يمكنش بلادنا تسامح فيها. الأوضاع التي تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها بدأت تعرف بعض الانحرافات، خصوصا واحد المجموعة اللي هي مسخرة من الخارج، التي لم الحوار يعني ما عطاش حتى شي نتيجة مع هذه المجموعة. بالتالي كل العناصر تثبت بأن هما منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج، من خصوم الوحدة الترابية، من خصوم المغرب، واللي وصلوا لواحد الحد انهم ماشي كيمارسوا حق دستوري، ما كيمارسوش الحق المطالبة بحقوق اجتماعية، ما كيمارسوش حق من الحقوق اللي منوحة للمغاربة كاملين بالقانون. بالتالي احنا ما يمكنناش كتجمع وطن احرار ما يمكنناش نقبلوا هذا الوضع ده، ونطلبوا بتطبيق القانون في حق الاشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامه وبالترويج لافكار هدامه وتخلق الفتنه في المنطقه. نرفض وندين كل ما من شانه ان يمس بالثوابت والمقدسات، وان يمس بتماسك الامه ووحده الوطن. فنحن مع وحدة بلادنا، ونحن مع استقرار بلادنا، وهذا الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا في احترام الوحدة الترابية واحترام المقدسات والتوابيت ديال البلاد. أجمعنا على أننا في دولة القانون والمؤسسات المطالب والاحتجاجات تتنظمها وسائط لإرهاب البناء المؤسسات البلاد، وهذه الوسائط تخضع للقانون، وكل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو يمس بحريات الآخرين ما تيكونش أبدا داخل في الإطار ديال دولة المؤسسات والقانون، التي يجب أن تحمي الحقوق وتحمي الحريات، ولكن في إطار الواجب المفروض. هذه المشاكل اللي هي في البداية كانت مطالب شرعية لمشروعة، واللي تحولت في هذه الأواني الأخيرة لواحد المطالب اللي كتمس بالثوابت ديال البلاد، وحنا كان نطالبوا باش يطبق القانون بالنسبة لهاد النشطاء اللي كيقوموا بهذه الأعمال اللي هي كتخرب واللي كتشكك في الوحدات الترابيه ديال المملكه. حنا التوابيت ديالنا متمسكين بها، وحنا كنطلبوا باش القانون يتطبق على هاد الناس اللي كيقوموا بهاد الاعمال التخريبيه.